خلينا نتكلم بقى في الجزئية بتاعة الايه الستورد بروسيجر، ودي من الحاجات اللي ممكن ما يكونش كل الناس يعني انترستد بيها، بس هي عموما يعني جزئية كويسة برضو ما فيهاش مشاكل. في كذا لينك كده انا ضفتهم بيتكلموا عن الجزئية بتاعة الايه الستورد بروسيجر، منها اللينك ده بيتكلم عن الستورد بروسيجر بس بشكل ايه بشكل بسيط كده، وهنا لو عندك يعني ايه ستورد بروسيجر بس بشكل يعني ادفانسد او فيها انبوتس كتير واوتبوتس كتير في اللي انت شغال عليه. خلينا نجيب المثال اللي معانا هنا، بيقول لك لو عندك الستورد بروسيجر مثلا بالشكل ده، هنيجي بقى على الداتابيز. طيب هو كده المفروض ان هي ايه اتكريتد. خلينا دلوقتي في الجزئيه بقى بتاعت يعني بغض النظر ان احنا نكريت البروسيجر ازاي، دي مش مشكلتنا دلوقتي. احنا اول حاجه عايزين نعرف احنا ازاي نقول الايه نقول البروسيجر دي. قال لنا هنا في كذا طريقه في ان احنا نقول بيها الايه البروسيجر. اول حاجه قال لنا انت بتستخدم، خلينا ناخد دول كده كوبي، هنجي طبعا هنا للريبوزيتوري مثلا بتاع البوك. هنا قال لك ان انت ممكن تستخدم حاجه اسمها بروسيجر انوتيشن كده اسمه بروسيجر. الانوتيشن ده طبعا هتعمل له امبورت من تحت جي بي اي ريبوزيتوري كويري. قال لك اول طريقه ان انت تخلي اسم البروسيجر او اسم الفانكشن نفسها بنفس اسم الايه بنفس اسم البروسيجر، وتدي له الايه الانبوت وتستقبل الاوتبوت. خلينا ناخد اسم البروسيجر اللي احنا عملناه، الانبوت بتاعنا كان اسر اي دي ان، بالشكل ده بنفس النيم كده. او قال لك ان انت بتستخدم بروسيجر وتحط بقى اسم الميثود اللي انت ايه محتاجها عادي بغض النظر بقى عن اسم البروسيجر يعني، وبتبصيلي اسم الايه البروسيجر في الانوتيشن بتاع بروسيجر. هنا برضو بياخد الايه الان وبيريتيرن الايه بيريتيرن الاوت. دي تاني حاجه ان احنا ايه ننادي بيها البروسيجر. ايه تاني؟ قال لك برضو من خلال حاجه اسمها نيمد ستورد بروسيجر كويري، ودي طبعا بتكون على مستوى الانتيتي. يعني خلينا ناخد كده دي كوبي، تعال نروح على الانتيتي. طبعا عندنا على الانتيتي حاجات كتير، فخلينا كده ايه ننزل بيهم شويه. طيب هنا هعمل امبورت زعلان ليه؟ ماشي، عملت كنترول شيفت او عمل امبورت لكله. هنا بيعمل امبورت من تحت جافا بريزيستنس ستورد بروسيجر، تمام. طبعا هنا بندي له النيم بتاع النيم ستورد بروسيجر اللي هو اسم الايه اسم الميثود. فطبعا هنا هنقول له بوك اسم الايه الانتيتي دوت، هتديها بقى نيم اي نيم عادي مفيش مشكله. فممكن هنا ادي له ماشي، خلينا النيم هنا معتمد على اسم ال جيت البوك بس انا باي اسر. طيب هنا بقى في الاستورد بروسيجر بيحدد الايه البارامتر مود، هو بيقول لك ان. طيب الام بتاعك ايه والايه والداتا تايب بتاعته. الام بتاعنا هنا كان اوثر اي دي ان، ده النيم والداتا تايب بتاعته سترينج، والاوتبوت كان بوك كاونت والداتا تايب بتاعته انتجر. ده كده بنروح على الريبوزيتوري واديله الايه واديله النيم. فهنا هقول له انت جيت الاوثر طيب هو هنا كان المفروض في حاجة تماب ما بين البارامترز يعني، بس ماشي خلينا نديله البارامتر بالشكل ده. لو انتوا فاكرين هنا جيت الاوثر اتش، لو انتوا فاكرين ان احنا كنا بنقول في النيمد كويري او النيمد ستورد بروسيجر او النيمد نيتف كويري، الحاجات اللي موجوده على الايه على الانتيتي، هو هنا في الريبوزيتوري بيروح يشوف الحاجه دي موجوده في الانتيتي
ولا مش موجودة؟ لو لقاها موجودة بيعتمد إيه؟ بيعتمد عليها. فالمفروض هنا هيروح يقول البروسيجر دي، طبعا محتاجين نديها النيم. لو راح لقاها موجودة هنا فبيروح يعتمد على الإيه؟ هيقول البروسيجر ويشوف البارامترز بتاعتها يشتغل عليه. الطريقة التانية أنا بس يعني بشرح الحاجات دي سريعا، لأن مش يعني أنا حاسسها مش هتبقى مفيدة قوي. هي الطريقة الأخيرة اللي هتبقى مفيدة معانا وهنشوفها مع بعض، لأن أنت صعب يعني يكون عندك أصلا بروسيجر فيها انبوت بارامتر واحد أو اوتبوت بارامتر واحد. لا، أنا طبعا السولو بروسيجر بتكون يعني شلة كبيرة، شلة بارامترز كبيرة يعني. طيب ده كده بوك find the cars after years، واضح ان البروسيجر دي، بس هنا انا ما لقيتش البروسيجر اللي هو عاملها. ماشي، بس هنا واضح ان البروسيجر دي بترجع ليست اوف بوكس او ليست اوف اوبجكت، يعني تاخد البارامتر وبترتيرن ليست اوف اوبجكت، انما اللي قبلها كانت بترتيرن انت بالشكل ده كده. هو دول الثلاثه يعني او الاربع طرق اللي موجودين في الريبوزيتوري، ان انت تستخدم الايه البروسيجر، او ان انت تستخدم نيتف كويري بالشكل ده وتديها الايه، تديها البارامتر وتبقى منتظر الايه المفروض الريفرنس بتاعك اللي جاي لك من هناك يعني. طبعا المفروض طبعا هيبقى الريفرنس ده او البروسيجر دي هتريتيرن نفس الايه البروبرتيز اللي موجوده جوه الايه جوه البوك. طيب الطريقه الثانيه، ودي اللي اعتقد ممكن تكون افضل شويه، ان انت تقول البروسيجر بشكل ايه، بشكل بروجراماتيك شويه، بدل ما انت معتمد على الريبوزيتوري والكويريز والحاجات دي، وهي في الاخر بتروح تكلم الانتيتي مانجر وتجنريت الايه الكود بتاعها. لا، انت ممكن تكلم الموضوع ده بشكل نيتف شويه او بشكل ايه بروجراماتيك. وده المثال التاني اللي معانا، هو هنا عامل بروسيجر بشكل كبير. هنا مثلا الايميل والفيرست نيم والميدل نيم والحاجات دي كلها، دي كلها انبوتس، وفي ايه هنا الايه الاوتبوت بتاعه اللي هو انتجر بالشكل ده. هنا بيكريت البروسيجر وهنا بيكتب البادي يعني بتاع البروسيجر. يعني مش مشكلتنا برضو ايه البروسيجر وايه اللي بيعمل في اللي بيعمله في البروسيجر، بس خلينا في شكل الكولينج بتاع البروسيجر. وهنا في الامبلمنتيشن عمل ايه؟ اول حاجه حط اسم البروسيجر، ده ما فيهوش مشكله، وبعد كده جاب حاجه اسمها الانتيتي مانجر. اسم البروسيجر ده ما فيش مشكله، انت عادي هتحط اسم البروسيجر معاك، بس هنا هو قال له دوت. ليه؟ لان انت طبعا في اسم البروسيجر بتكون محتاج تدي له اسم السكيما دوت اسم البروسيجر، فهو بدل ما يحط اسم السكيما بشكل ستاتيك، لا هو راح يجيبه من الايه، يجيبه من الانفايرمنت. تلاحظ ان هو هنا بينجكت الانفايرمنت اللي هو شغال عليها عشان يجيب منها الايه. هنا بيقول له الانفايرمنت جيت البروبرتي، وهنا حاطط الحاجه دي في الايه في الانفايرمنت، او بيجيبها من البروبرتيز اللي تحت الهايبرنيت. ودي حته كويسه برضو، بدل ما انت تكون معتمد على الايه، معتمد على يعني معتمد على سكيما بشكل معين مثلا في الانفايرمنت بتاعت الديفلوبمنت او اليو تي، ولما تيجي تطلع برودكشن تبص تلاقي الايه الانفايرمنت بتاعتك اتغيرت واسم السكيما اتغير، فالدنيا ايه تضرب معاك. انما غالبا الاستورد بروسيجر هتكون بنفس الاسم على اي انفايرمنت. طيب تعالى نعمل امبورت الحاجات دي. الانفايرمنت طبعا بنعمل لها امبورت من تحت سبرينج كور دوت انف دوت انفايرمنت. احنا طبعا لسه ما اتكلمناش على موضوع الانفايرمنت وان يكون عندنا اكتر من بروفايل، دي لسه ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. بس ينفع، او يمكن احنا اتكلمنا عنها بشكل سريع يعني قبل كده، بس هنا ينفع ان انت في البروبرتيز اللي موجوده عندك هنا يبقى عندك اكتر من انفايرمنت. انفايرمنت مثلا لليو اي تي، انفايرمنت للبرودكشن، انفايرمنت للديفلوبمنت، وكل انفايرمنت طبعا بيكون ليها كونكشن معين. يعني انت مثلا هنا في الديفلوبمنت ممكن بتكون بتكونكت على لوكال هوست، في اليو اي تي بتكونكت على سيرفر معين، في البرودكشن بتكونكت مثلا على داتابيس ثانيه. فممكن يعني اسم السكيما يختلف من ايه، من انفايرمنت للايه للثانيه. فعشان كده الراجل عمل لنا ايه، هنا بينجكت الانفايرمنت وبيقول له وبينادي على البروبرتي معينه من جوه الايه، من جوه الانفايرمنت. الميثود اللي هو عاملها خلينا ناخدها برضه كوبي، طيب احنا طبعا الريسبونس ده مش هيبقى موجود عندنا، فخلينا نقول الريسبونس ده بوك
ده برضو بوك. طيب هو هنا طبعا بيجيب الايه الداتابيز نيم او اسم السكيما، وبيروح نادي عليها من تحت البروبرتي سبرينج دوت جي بي اي دوت هايبر نت دوت الديفولت سكيما. من هنا البروبرتي دي انت من تحت الايه من تحت الهايبر نت بترجع لك الايه الداتابيز نيم او السكيما اللي انت شغال عليه. طيب دي اول حاجه هو عملها. بعد كده عمل ايه؟ بعد كده جاب حاجه اسمها ستورد بروسيجر كويري، هنمبورت الحته دي من تحت جافا اكس دوت بريزيستنس. تمام، وهنا بدا يريجستر الايه البارامترز اللي عنده، بدا يقول له انا عندي كذا انبوت تمام وعندي اوتبوت معين. طيب كل الانبوت كل انبوت هنا بيريجستر مثلا اسم الايه البارامتر اللي هو هيبص عليه الفاليو بعد كده تمام، ويقول له البارامتر ده مثلا الداتا تايب بتاعته مثلا كذا سترينج كذا، والبارامتر مود على حسب بقى هو ان او اوت او كده، ممكن نمبورت ده برضو. فهنا بدا يريجستر الايه البارامترز اللي موجوده معاه. بعد ما بيريجستر البارامترز اللي موجوده معاه بيبدا يأساين ليها الفاليوز، فبيقول له مثلا كويري اللي هو اصلا جاي من تحت ستورد بروسيجر كويري دوت سيت البارامتر اللي اسمه كذا اللي هو الايميل بارامتر ده بالايه بالبارامتر اللي جاي من هنا. احنا طبعا هنا ما عندناش ايميل ولا فيرست نيم ولا لاست نيم ولا حاجه، فعشان كده الايه الدنيا ضاربه معانا. طيب بس الفكره هنا ان هو بي ايه بيسيت البارامترز عادي جدا اللي هو عمل لها ريجستر فوق. بعد كده بيجيب الكاونت، فبيقول له هنا كويري دوت جيت الاوتبوت بارامتر اللي هو ايه الريزلت بارامتر دوت الانت فاليو اللي هو الاوتبوت اللي ايه راجع له في الايه في الريزلت بارامتر بالشكل ده. هنا طبعا اللوجر عشان احنا ما جبناش اللوجر، او ممكن ان احنا ايه نضيفه مش مشكله. طيب الكاونت هنا بيقول له مثلا لو الكاونت بواحد، هو طبعا ده على حسب بقى الايه انت مهندل البروسيجر ازاي. يعني انت مثلا ايه في ناس في البروسيجر بيقول له يرجع مثلا اوت بوت واحد، فمعنى كده ان هي مثلا انسيرتد سكسسفولي، اوت بوت مثلا زيرو ان هي مثلا مش عارف كذا. فعلى حسب بقى انت مهندل الايه مهندل الدنيا ازاي. فهنا مثلا بيقول له لو الكاونت بواحد بيقول له مثلا يوزر ادد سكسسفولي، لو الكاونت مثلا بزيرو بيروح يرجع له رساله يقول له مثلا ايه او غير كده يعني، فبيقول له مثلا ايه اليوزر ابديتد سكسسفولي او كده. طبعا انت ممكن تبقى مهندل الايرورز بشكل مختلف، ممكن تبقى بترجع مثلا ايرور كود لو هو مثلا ضن مش عارف هتعمل كذا لو هو فطبعا الايرورز دي بتكون مهندلها بشكل معين يعني، فبتحتاج ان انت تشتغل عليها تشوف الريزلت اللي راجعه، لو انت محتاج مثلا كود معين، لو انت محتاج ستيتس، لو انت محتاج حاجه، فبترجع له الستيتس وهو بيبدا ايه يرجع الريسبونس ده للفرونت اند. دي الطريقه الثالثه او الطريقه البروجراماتيك يعني، ودي اللي اعتقد اللي ممكن معظم الناس تشتغل بيها، لان انت بتبقى محتاج الموضوع فليكسبل معاك، تريجستر الايه البارامترز والداتا تايب بتاعته، الانبوت والاوتبوت، تحدد ايه كل حاجه وانت شغال عليها، وبعدين تبدا ايه تشتغل. اعتقد هنا برضو ان انت ممكن تخلي البارامتر بدل ما هو سترينج ممكن تخليه داتا تايب ريفرنس تايب يعني، اللي هو ممكن تخليه مثلا بوك يعني تبصيله مثلا بوك على بعضه، او تريتيرن مثلا اوبجكت بدل ما تريتيرن كل حاجه لوحدها. طبعا مفيش يعني مجال كبير ان احنا نجرب حاجه زي كده مع بعض، طبعا الحاجات دي هتبقى محتاج ان انت ايه تشوف ستورد بروسيجر موجوده معاك تبدا تجربها تجرب عليها، ولو فيها مشاكل ممكن نبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله في الايه في المحاضرات اللي جايه.